السلام عليكم اصدقائي، معكم دعاء من قناه اسهل واسرع الوصفات. النهارده هنعمل سمك الماكريل بألذ واطعم طريقه تعجبك جدا في القلايه الهوائيه، واقول لكم رايي فيها ان شاء الله. الفيديو يعجبكم جدا، تابعوا للاخر، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكارنا الجديده ووصفاتنا السهله والسريعه كل يوم. معانا السمك بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين، هنبتدي بقى نقطعه بطريقه سهله جدا، تابعوا معانا. ودلوقتي خلاص نضفناه، قطعناه نصين زي ما انتم شايفين كده، ونضفناه كويس جدا وغسلناه كويس جدا زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده. خلاص كده بقى جاهز، هنعمل باقي الخلطة بتاعته. معلقة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، معلقة من الكزبرة، ومعلقة من الجنزبيل، معلقة من الكمون، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة قرفة، بشر ليمونة، وبشر جوزة الطيب، هنضيف معلقة من صوص الهوت صوص او الكاتشب يعني، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهنعصر ليمونة. وهنضيف شوية من الملح، وهنخلط الخليط كويس جدا. هنضيف له شوية من زيت الزيتون وشوية من صويا صوص، وهنخلط كويس جدا. بعد كده بقى هنبتدي نغطي السمك بالخليط كله بالشكل ده كده، وهنقلبه برضو وهنغطيه برضو بالخليط بالشكل ده كده. ما تنسيش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكارنا الجديدة ووصفاتنا السهلة والسريعة. وكده خلاص بقى في التتبيلة، هنسيبه نص ساعة كده يتشرب من التتبيلة دي. بعد كده هنروح بقى ايه نسويه في القلاية الهوائية اللي هي الديلونجي، انا عملته فيها وبصراحة هتشوفوا النتيجة دلوقتي. حطيت الشبكة بقى وحطيته عليها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وهو كده كده عليه زيت زيتون اصلا، مش محتاج نتينه اي حاجة، هو عليه الخلطة بتاعته وفيها الزيت بس كده بالشكل ده كده. وهنقفل بقى دلوقتي،
هنشغل بقى على الشواية. اخترت الشواية بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وهندوس بقى، هحط الفيشة ونبتدي نشغلها مع بعض. هي دلوقتي درجة حرارة وسط وعلى 50 زي ما انتوا شايفين. هزود درجة الحرارة او هنقص درجة الحرارة، هخليها وسط كده، وهقلل المدة بتاعتها شوية كده زي ما انتوا شايفين، خليتها 38، وهبتدي بقى اشغلها زي ما انتوا شايفين كده اهيت، وهسيبها بقى لحد ما تستوي وهوريها لكم. بصراحة ممتازة وجميلة جدا جدا وعملية، ده رأيي فيها، جربت فيها أكلات كتير، وإن شاء الله هجرب لكم، هشارك بفيديوهات لأكلات أنا جربتها فيها. تابعوا معانا الفيديوهات اللي بعد كده إن شاء الله، عملية وجميلة جدا بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده استوت وبقت جميلة جدا وطعمها مميز وجميل جدا جدا، جربوا الطريقة تعجبكم جدا جدا. ورأيي في القلاية بصراحة ممتازة وجميلة وعملية، وهوريكم برضو ان شاء الله فيديوهات قادمة لأكلات انا عملتها فيها هتعجبكم جدا. تابعوا معانا الفيديوهات القادمة، وما تنسوش تفعل الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة ان شاء الله. السمك تحفة جدا جدا، والطريقة دي جميلة جدا جدا، لو جربتوها تعجبكم جدا. بعد كده هوريكم غسيل القلاية سهل جدا جدا، رشيت فيها شوية من البريل والمية، طبعا بطلع الحلة بتاعتها بالشكل ده كده، واخدتها اغسلها هي والشبكة بتاعتها، حطيت بس شوية من البريل ومليتها مية وسبتها بس 5 دقايق، وبعد كده هي نطفت لوحدها وبقت زي الفل، وبقت نظيفة وسهلة، يعني سهلة التنظيف وعملية وجميلة جدا. وان شاء الله تشوفوا الفيديوهات القادمة لأكلات جميلة جدا ومميزة فيها. ما تنسوش تفعلوا الجرس، واشوفكم فيديوهات تانية قادمة ان شاء الله على خير.